السلام عليكم. اليوم نولو الملعب نتاع الدويره، وبحيث انه فيه صور جديده تعود الى البارحه، وهنا نلاحظ انه فيه الاعمال تاع الهياكل المعدنيه راهي وصلت الى علو نتاع السقف، وهنا نشاهد انه الاشغال نتاع وضع العازل المائي على المدرجات ما زال فيها بعض الأجزاء، وهنا نشوف كذلك أشغال تاع الهياكل المعدنية اللي راه هنا تغطي حتى العلو نتاع حتى للسقف، وهذه في المنطقة تاع الفي اي بي. نعاود نذكر أنه الأشغال هذه تخص المنطقة تاع الفي اي بي، والمناطق الأخرى فيه تغطية نصف علو. هنا نشاهد الأشغال ما زالت على المدرجات، نخليكم تكملوا الفيديو هذا لمد صورة حقيقية عن حالة الأشغال، يعني نسبة التقدم تاع الملعب في نهاية اليوم هذا. والسلام عليكم.